تحدي القطار، كل واحد فينا راح تكون صورته على القطار، وإذا طاحت الكرة على صورتك راح تكسب جائزة، أما إذا طاحت الصورة على شخص ثاني راح تعطيه عقاب. التحدي جدا صعب ويحتاج تركيز. خلونا نبدأ. رجعنا لكم بتحدي جديد زي ما شفتوا في المقدمة، القطار السريع. قطار الحظ. ولكن قبل ما نبدأ لا ينسوا زين اللايك والاشتراك في القناة يا سعد. شوف هذه المرة أنا الفائز، تفهم ولا لا؟ شوف يا سعود صراحة ما كنت حبيبي أنا شوف المكان الأخير يعني فيها وزنية والله ممكن صعب عليك هذا. شوف ها هنا الصور حقتنا، هذه اللي بالنص الصور الكل عندك العقابات. هذا يا ويلي من هو؟ هذا؟ هذا متوحد. لحظة لحظة. حلو حلو الوزنية هنا حلوة. صعب عليك. هنا الهدايا فلوس وهنا العقابات. اوكي شباب. اول شيء ايش نبدا فيه سعود؟ انا اول واحد. يلا. يلا. تعال. شباب انا ادري انكم تحبون الالعاب الاستراتيجية زي انا واخواني. عشان كذا اليوم جايب لكم لعبة مرة رهيبة فايكنج رايز. طبعا اللي حبيته في فايكنج رايز انها لعبة ريال تايم استراتيجي، يعني أونلاين تبني قريتك وتبدأ تطورها، صيد وتحاول تحارب الناس في جزيرة الفالهالا، وترى تقدر تستدعي أبطال الفايكنج المشاهير عشان تحارب من أجلهم تنضم لقبيلتهم، واستخدم استراتيجية رهيبة عشان تتغلب على الميدغار. بالنسبة لي الأبطال المفضلين لي راغنار، بيجورن، كثير من الأبطال اللي عندها مهاراتها الخاصة. محاكاة بلعبة فايكنج رايز رهيبة، تقدر تشوف اللاعبين وتجند وترسل عمال البحرية لجمع الموارد والبحث والبناء وينفذون لك المهام. وصدق اللي أعجبني صراحة أنا شخصيا الطقس باللعبة، يعني تشوف الليل يجي النهار برد الأجواء تتغير وانت تشوفها قدامك. هذا غير ان اللعبة فيها 3D مرة خرافي يعيشك أجواء اللعبة والحر. طبعا أنا وأخواني يا شباب سوينا القرية الخاصة فينا، وش تنتظرون؟ الفالهالا ينادوننا كلنا الآن، لازم كل واحد فيكم يضغط الرابط الموجود تحت في صندوق الوصف ويحمل لعبة فايكنج رايز. ويا شباب ترى إذا حملتوا اللعبة من الرابط الموجود تحت في الوصف تجيكم حزمة مجانية بقيمة كم؟ 200 دولار. يا سلام، هذه والله فرصة رهيبة. اضغط الرابط الموجود تحت في صندوق الوصف وحمل اللعبة وخذ الهدايا المجانية 200 دولار. أما الآن تعالوا نزل تعال. في لحظة في واحد ما ضغط الرابط وحمل اللعبة. حمل يا شباب 200 دولار. يلا يلا يا سعود مستعد. شغل القطار بس. شغل القطار يا شباب. 1 2 3 يلا اشتغل القطار. يا رب اجيب صوتك. شوفوا يا شباب القطار قاعد يمشي في صورنا. يا رب. يلا يا سعود اوصل بالضبط. دقيقه. يلا يلا يلا. اه عليك. لا لا يا رب سعد. لا ثانية عندك ثانية بس خليه ياخذ لفه. ها القطار لا زال مستمر يا شباب. اخر كوره لي. اخر كوره. اخر كوره يا سعود. تعال 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 سعبتك فارس. لا بدري بدري. سعر صورتي. سكر القطار. سعر اختار لك الآن عقاب صح؟ تعال سعبتك هذا لون يخوف والله. سعر هو كم تتر من تتر. ما اعطيك مشروب. حطه فلفل. ابغاه الحين دوره يلعب صح؟ ابغاه في وجهه ذي. ايه عشان ما يشوف. تكفى يا سعود تكفى. حط الصحن يا عبد الله. اوكي العقاب. ايه كثر له. ترى جالس اصور من اليوم. ايوه ايوه. يا ريت حملة زبادة. مستعد ها؟ خبرة 10 سنوات. هو والواحد عمي. يلا شغل. اوكي دور سعد نشغل القطار. شغل القطار يا سعود. يلا يا سعد حاول تجيب صورتك. والله اجيب صورك ان شاء الله. تعال يا صورة. تعال انا في البداية. القطار يأتي. الله اصبر ما ادري. الله يستر الله يستر. هذا مين؟ والله عجبك. تعال تعال ابي تشرب شيء. لا لا ابي تشرب شيء. خلوه ينتعش. خاب راجي بس. ايش نبي ايش نعطيه بس؟ عطى عطى سعد سعد عطى مشروب خليه يلا ينتعش. هذا شكله شوي يعني. وينك سعود؟ لا بصاص بعد. لازم تشرب شف. ها اشرب اشرب. اشرب اسحب اذنك. اشرب اسحب 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 سعود كذا. لا لا خذ هذا وراك ناس. وراك واحد. والله يكفي يا شيخ.
نشب هنا. زيتون؟ من اللي حاطها؟ زيتون. حلقة بسيطة. زيتون علمتنا؟ موية زيتون. اوكي يا ساج شغل القطار. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه صورة عبد الله. يا ساتر. حاول تجيب عشان تكسب فلوس. والله حسني ضامن. ها؟ ضامن. ضامن؟ يلا ما ادري العب. يلا يا عبد الله. روح. حلوة. حلوة. توب توب. وش تعمل التحدي يا شيخ؟ انت حظك سيء. والله اني قلت اني ناوي. طيب ايش هو تدفعني من الفلوس؟ لا ما في هذا العقاب. انا عادي يعطيني صوت انا الحين دوري تسكت. شاطي ذا اقمع بذي والله. ترى ما حد يفهم وش اقمع ذي. اقمع يعني كذا من هنا. طب عطني مشروب شيء. تبي تنتعش؟ والله طلب مشروب. لا لا خلاص. انت رابح سلمي. والله انتهيت جلد رسالك. احس هذا ثقيل. يلا يلا دخل ذوق رايقه دحوم والله ريحته ذا حري فراوله ذا تكفى يا سحر سرعه سرعه شيك مت يلا هاي الدور صح حقه هنا لسه لا صدق 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 يا اخي لا صدق ذي جاهز يا دحوم جاهز تصريحي تصريحي نبي راس واحد من هذول انت جيب راسك عشان تفوز صعب انا يلا يا دحوم هلا ركز على صورتك انت اخر واحد ترى يلا يا دحوم حلوه حلوه اوه ضعت ناوي تجيبني انت اخر واحدة اخر فرصة اخر فرصة يلا يا دحوم ركز ها شوف حاول تتأخر عشان تجيب صورتك يعني تأخر تأخر مرة خليك هذا يصير هناك تأخر تأخر ركز يا ويلك يا ويلك في فلوس لا تستعجل يلا روح روح لا تهون حلوة حلوة هذي اوه ما خلصنا العقاب، أهم شيء بجينا من العقاب. وبدأت جولة سعود يا شباب شغل القطار. انطلق القطار يا شباب، شوفوا القطار. يا سلام، سعود من تبي؟ والله تركيز، تركيز، تركيز من الساعة. أصبر، ها. روح. الله، جت مسرعة، مسرعة. الله. اخر فرصه ركز على هذا هو ما يبغى يكسب عبد الله شباب القطار قاعد يساعد انا تعال يا قطار تعال يا سعود تركيز البر بر بر وحش يا يا حبيبي اذا قلت لك اجيب صورتي يا الاول واحد يفوز ترى هو والله ساعدك ذا وقفت هنا ما شايفين ايه يبي كف من دي اول واحد يكسب هديه خذك معنا اختار اللي ابغى ها تصور معك كذا دحين تقول هذه وين ترى عليك بسم الله يا رب اوه ابعت دحو 100 ريال هذا يعني كذا هذه بكف لا تنسى يلا شغل القطار بسم الله الرحمن الرحيم اقول لك شيء اذا جابني له اللي يبي له اللي يبي تحدي هنا صعب على روح اصبر لا تسي حلوه جد دحوم جد والله جاب عبد الله وين روحتك مسعود؟ وين هناك؟ اول شيء يعطيني 500 500 500 هو قال كلام انت قايل اي شيء 500 يلا وش تجيبها؟ عطى عقاب نعطيه من ذا المشروع هذا مليان مشروع غير مشروع عطى بلونة خليه يتسبح لا 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 بلونة خليه يتسبح ايوه اعطيك 5000 بس ما في 100000 عطى بلونة اعطيه يا اخي وش تسوي انت؟ والله تكسر كذا بعد شيء لازم التعذيب نحفه لا هو هي سعود عقاب فقط اما اللي يقص جنبك يلا صورني مع هذا الشخص اللي تحداني تحدى
وخلني يا هذا الولد احزوره داره الحين اعطيته تصوير لاعبين. طيب تعال تعال اسمع اذا جبت واحد الحين تعطي عقاب. اوكي الان دور عبد الله نشغل يلا. يا ويلك الله يستر الله يعلم من الصح. يلا يلا وقف يلا روح تكفى. لا ارجع مكانك. الحمد لله جاي فرحان بصوتك. ارجع مكانك يلا يا رب. لا تستعجل ها عشان تجيب سعد. والله سعد وراي ها. يا رب يا رب بعد عني يا رب. روح روح ولا هذه هذه تختار. اصبر روح روح يا رب يا رب. بسم الله انطلق القطار يا شباب انطلق القطار. ركز يا دحوم. والله تعبت دحوم زع صوتي دحوم واحد ها انا سعاد هنا لو جبتنا كلنا تضمن يعني عقاب. روح حلوه لا لا تبعد عنه. عبد الله عبد الله السلام عليكم. شو يا مرة تبارك على شو شارك كذا ايش تعطيه؟ فخاخ. فخاخ شعر هذا؟ اي صبغه شعر ذهبي. عطنا عطنا القصه بالله. الوجه بس الوجه. ايوه بالقوه قوه. ناظرني ناظرني. كثر. هنا 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 مخ هنا مخ هنا. ايوه. يلا يا سعود. نفسيه ترى. يا اخي اجيبه مره ثانيه. تكفى خليه يصيح. والله بطلع. اوه بدت جوله سعود. انا ولي شغله. سعود سعود تكفى جيبها في النص. في النص؟ في النص ولا لا سعد؟ صح سعد. قول شوف بس هذه حلوه. يا بابا 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 اخر محاوله اخر محاوله. انت من تبي انت من تبي دحوم. انا اعطيكم بس كيف شوف شوف دحومكم سعد حلو. يا ساتر القطار لا زال يمشي يا شباب والوزنيه عند سعود. يلا اي الحين الحين يلا تاخر تاخر والله شكلها. والله نادرة شباب شوف تحسب تحسب ولا لا؟ والله نادرة صراحة. تعال 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 لا والله شوف صراحة هذه القطعة تبع هذا. ايوه والله صراحة تحسب. والله انت جبت هذه هنا بحسبها لك. شوف متعلقة في السلم كمان. اسمع اسمع تدري ليش بحسبها؟ لأنها مستحيل أحد يجيب هنا. شفت هذه فن مرة يعني بعاقب هذا. نحسبها ولا ما نحسبها؟ لا وانت اللي حسب قدره. واخر الريموت يا تعبان. لا تسوي أبلة تسوي إنك مسكين. ايوه شوي نصه يلا نصه. بقلنا بقلنا يا سعود لا تهتم انزل. ايوه شلال تراب. لا 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 الله يهديك الله يهديك. ايه 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 يلا سعد بسم الله الله يستر الله يستر. سعد سعد ما تبغى ابي حظك نصيبك. طب اسمع انت بنتي مجلده الكاميرا عند سعود تكفى. يلا على كيفك يا حبيبي. يلا روح روح. لا حلوه ايوه ايوه اختار اللي انت عايزه. اختار سعد اختار 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 هذا المقطع يعني اختار اللي انت عايزه. يلا اختار مين اختار مين ثم العقاب. اختار ايه اول شيء بشوف العقاب اول ثم عشان نعذبكم نفسيا. يلا العقاب هو مايونيز. مايونيز تاخذه بالملعقه ملعقه كذا مايونيز. طيب يلا مين قلبك راسي. قول انت هذا ما قد تعاقب. الا والله شرب. لا ما قد تعاقب. اه لا 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 اجل هذا الرجال. هذا الرجال لا لا هو مشتي مايونيز يقول. مشتي مايونيز من يقول ياكله. ويلك اعطيه. وي 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 بس 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 كذا حلو. ترى تذكر انك انت بعده. تذكر من دخل وخ ما مو لا 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 وخر يدي. لا يجي دخل اخلص. لا لا ما نبلعش بغمض. يلا بس يلا يعني كذا لا تسوي. تعال كمل اكلك. تعال وبدت جوله عبد الله. حاول تجيب صوت. انا بجيب فلوس بس النيه الثانيه. حاول صورتك هنا. يلا صورتك هنا. من اللي حاط الكاميرا هاي؟ انا حاطها. خلنا اتحدى
حلو يلا يا عبد الله اقوم للثانيه روح توتر توتر حلو حلو جيب جيب الكاميرا عط الرجال عط الرجال ستوب ستوب يا الرجال هذا خابس مني هاوشه وش تبي الحين انت؟ عطى الكاميرا بعاقبك، يعني من ابي اعاقب غيرك؟ في اثنين هناك ما في والله ما اسوهم شيء لا صح عطاه اتفق معاه تعال اتفق معاه روح خليه يعطي صح خليك ما يطي ما يصح كل لا ما يصح ترى رقم واحد اعطيه دافلق بدي اعطيه مويه اعطيه مويه اعطيه مويه والله حلو عدني يا بقهر انا ليه اوه شكلها زهو سوداء توب توب الله هاي طلع الغضب رح ترى من جزء على همي هاي ايه يا اصوات فينا انا نستعب انقهر منها انا دور على مايونيز لا تنفس بخيز والله روحت خلاص يا ولد تكفون تجاوبنا يلا ابدا بشغل القطار شغل القطار طلع الكورة يلا دور دحوم بس بالله الرحمن الرحيم يلا يقول عندي وزنيه نشوف يجيب ولا لا يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر بس فكير بس استاذ قال لك وزنيه الان يختار هديه بسم الله فلوس على ذوقك مثل ما اخترت لا خاف اجيب العيد فيك انا ايش رايك يلا كلكم تجي يلا والله حلوه صعبها طول ان شاء الله 100 ريال يا سلام نبي نجرب والله نعمل اللي انتم فيها والان الجوله الاخيره مع سعود بسم الله جاهز يلا يا سعود يلا يا سعود بس نبي على الرجال الطيب يلا حلوه والله قربت قريبه من الرجال الطيب هذا الرجال الطيب وقرب القطار يلا يا سعود سعود وزن 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 الفيزيائي اللي الناس تعاني حلو تعال خلص الفلوس يا اخي شوف انت ما جبت شيء لا ما جبت شيء تعال حبيبي تعال بابا عادي عادي عبد الله لا تلعب علي انا شوف هذا يلا روح اللي متعود ترى اول مره يفوز والله متعود خلاص خلينا نشوف يلا اوه 5 ريال هذا انت وهذا انت حطيت ولا ريال والآن دور سام بسم الله يا رب ركز على صوتك يا شعبان بسم الله ايوه روح سريع الله 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 ما في فلوس ابي عقاب انا هنا اجلد انا جاي اجلد وش عم عطدنك كلنا دودين هنا لازم نقول وش اللي جاء هذا عطى يشرب الولد الولد فلفل تعال لا 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 مشروع لا بردك مشروع ماني بردك انا ماني برد اخوي انا امسك امسك يلا 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 زومت عليه عشان شكونك لا وش انت كلام كل نص شعب والله سعود والله ما تاكل نص والله نسحب الفلوس ايوه واو وش يعني انها كل اشرب عشان الجمعه مش مو بزين بالمشروع والله حار سبايسي مره طيب ما عليه يلا دارك عبد الله تعال يلا يا شباب يلا شغل القطار لحظه بس بابك فلفل نفس لون تشيب جاي يجيبه طفران ولا يلا عليك تاخر ذاك الفول الله يا اجري واكسب يا اخي خذ مني اي تشارك يا ايوه صعب تقول طلعت فلفل و فلفل و اوه 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 اوه
خسران انا سفري والله عذبتك وكسبت فلوس انت شعرك الحين واضح ويحتفلون اوكي لا دحوم اخذ جو دحوم اخذ جو لا دحوم فلوس طماع سعود هذا فلوس اكثر منك حاول تزين يلا ابي زين لازم عقاب حبيبي لازم تجلده قبصه قبصه بذيك بالله حط واحده بدنا هنا ولا ايوه عطى عطى ثانيه عطى ثاني في 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 واجد في الكرتون عطى ثاني يدك وخير عني ها في واجد عطى 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 والله اعمل تجميل خشب يلا خلاص لا لا معي خشب كبير خشب حطه هنا حس الشحمه عطى ذي ايوه يلا يلا خلصنا مين الفايز والله يا الفيزياء يا شباب 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 يا ش